اخر حاجه بقى مثبت للشعر، ممكن تستعملي حاجه، ممكن سيرم من السيرمات النظيفه، يعني في انواع سيرم نظيفه، حاجه اسمها سيرو بايب سيرم، ده من افضل الحاجات اللي موجوده، والشامبو بتاعه ده من الحاجات اللي هتثبت التسريحه بتاعتك وهتدي يعني نعومه جامده جدا للبشره وترطيه جامده جدا للبشره، او اي سيرم تاني متاح لو مش هو اللي انا فهمته بعد كده من كلامه يا دكتور ان هو زي شعرها بيقع، فعايزه حاجه تثبت الشعر مش تساقط يعني. لا ايوه يعني هو شعرها بيتساقط بس هي عايزه تحافظ على موجود بالظبط. لا انا فهمت ان هي التسريحه. ما انا برضه فهمت كده في الاول. ما انا طيب لا التساقط بقى المفروض الاول تشوف اذا كان عندك انيميا تعالجيها، لو ما فيش انيميا تاخدي اي مالتي فيتامينز كويس للشعر زي مثلا هيرتون بانتوجار ريال بي جي مع حاجه بايوتين زي اسجو بايون او بايوتين فورت مرتين يوميا، تستعملي سبراي يوصل الدم لبصيلات الشعر، حاجه زي نيو هير او توب هير او سترونج فيل، اي حاجه سبراي من السبرايات اللي احنا قلناها مرتين يوميا، شامبو مناسب لشعرك مرتين اسبوعيا، كريم برضو من نفس الانواع اللي قلناها مره يوميا. شكرا.